بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا برحب بكم، ثانيا برحب بمعالي النقيب الأستاذ حسين الجمال، وطبعا هو غني عن التعريف بالنسبة لكم، ومعالي النقيب الأستاذ إسماعيل طه. طبعا هم يعلمون جيدا يعني معزتهم عندي، وأنا ما تأخرش عنكم أبدا معالي النقيب والله، ولكن بس هي قد تكون هناك ظروف زي ما حضرتك كنت بتتكلم بالنسبه لموضوع الورثه واخد تصريح من المحكمه واعمل. بمناسبه هذا الحديث، من كام اسبوع كده صدر حكم محكمه النقض في هذه المساله، ان هي على استحياء كده عايزه تعمل ايه، حكم جديد يعني عايزه تقر قاعده جديده ان احنا نكمل الدعوه باعتبار ما يسمى بحاجه اسمها الصفه الاجرائيه. يعني باختصار، لان هو مش موضوعنا النهارده ولكن هي برضو وجب التنويه ليها، فكره ان الواحد مات اثناء الدعم طبعا هو بيحصل انقطاع، فبالتالي تتم الاجراءات من تاريخ اعلان الورثه زي ما قانون المرافعات بينص. احنا هم محكمه النقض عايزه تقر مبدا جديد انها تعمل شويه تعديلات في الجزئيه دي كقضاء، وانتوا عارفين طبعا ان القضاء احيانا بيتدخل في انشاء القاعده الاجرائيه. اما بالنسبه لموضوعنا النهارده ان شاء الله باذن الله، احنا هنتكلم على ما يسمى بالتحكيم. طبعا انا عارف ان اغلب الناس بيكونوا، انت لما تيجي تدخل كليه حقوق بيبقى عندك ثلاث اقسام، يا بتدخل قسم عربي يا قسم انجليزي يا قسم فرنسي. بالنسبه للقسم العربي وهو الغالبيه العظمى منه، ان احنا عندنا في قسم انجليزي بناخد 200 300 واحد كده، ما بيدرس مادة مستقلة اسمها التحكيم. فحضرتك بتتخرج من الجامعة تبقى واخد طرطيش كده كلام عنها، أو واخد بعض الجزئيات أو المفاهيم السريعة، ونبدأ تقع في مصايد مراكز التحكيم، وإحنا بنعمل ودورات وخد كارنيه وتبقى مستشار دولي ومستشار تحكيم مش عارف مين، والكلام اللي إحنا بنشوفه على وسائل التواصل وخلافه. انت بتبقى متخرج ما عندكش ماده كامله خدتها عن التحكيم، فمش عارف ايه هو النظام التحكيمي، او بتيجي تتكلم فيه بتلاقي نفسك ايه، بتلاقي نفسك برضو تايه محتاج تقرا من اول وجديد، فبتستسهل ايا كان. بالنسبه لخريجي قسم انجليزي فهم بياخدوا برضو حاجات بسيطه، يعني ما بياخدوش حاجات متخصصه. طبعا بعض اللوائح اللي بتتعدل حاليا بالنسبه للجامعات كلها تقر هذه المواد زيها زي المرافعات وزي المدني وخلافه وخلافه، على اساس ان انت تتخرج تبقى عارف نظام قانوني كامل انت مش عارف عنه حاجه بتفصيلاته، او على الاقل انت لما بتبقى طالب في الكليه بتيجي بتدخل يا دكتور عايزين الملغي والمهم، ده بيبقى اول اي حاجه، الغلنا مش عارف كذا، عايزين كم قليل كلام من ده. ولكن في النهايه انت ما بتطلعش الا لما تبقى دارس قانون مدني، المرافعات، التجاري، الشريعه، ايا كان المواد الأساسية لابد أن يكون عندك خلفية منه. فإحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على قانون التحكيم بقدر الإمكان، إن إحنا طبعا هو عايز محاضرات كتير، ولكن إحنا هنحاول بقدر الإمكان نعمل تركيز على بعض النقاط المهمة اللي موجودة فيه، بحيث إن أنت تبقى على الأقل وإنت خارج في قدر من الاستفادة عرفت يعني إيه تحكيم. هنستخدم بعض الألفاظ العامية شوية علشان خاطر عدم الدراسة للتحكيم قبل كده ما تبقى صعبة عليك في استخدام الايه، في استخدام الألفاظ. تفضل معالي النقيب وتكلم عن قانون مرافعة. انت عندك القانون المدني واحنا بنسميه الشريعة الموضوعية العامة، هو اللي بينظم الحقوق، نشأة الحق وانقضاءه واكتسابه وكل ما يتعلق بالحق من تفاصيل، ده بالنسبة للقانون المدني. انت بتدرس المدني وبتمارسه في حياتك العملية بعد ما بتتخرج تقريبا يوميا، كل مسألة بتتعرض ليها لا تخلو من المدني بالنسبة للمسائل الخاصة. يعني احنا النهاردة مش بنتكلم على الجنائي ولا بنتكلم على الإداري، علشان برضو ايه تبقى واخد بالك، احنا عندنا مدني وجنائي وإداري، دول الثلاث تخصصات او التخصصات العامة. بالنسبه للقانون الاداري، مش القانون الاداري، بالنسبه للمسائل الاداريه او الاداري احنا مش هنتكلم فيه، بالنسبه للجنائي مش هنتكلم فيه، بالنسبه للمدني فانت عندك القانون المدني. طيب قانون المرافعات هو ايه؟ قانون المرافعات هو الشريعه الاجرائيه العامه اللي بتنظم كافه القواعد الاجرائيه للنظام القضائي عموما.
يعني حضرتك لما تيجي ترفع دعوة قدام محكمة لازم ترجع قانون المرافعات تعرف إجراءات رفع الدعوة وسير الدعوة وسير الخصومة وكل عوارض الخصومة إلى أن يصدر حكم، ثم إيه هو شروط الحكم، ثم قواعد الطعن على الحكم، ثم طرق الطعن على الحكم، ثم ده كله بالنسبة لقانون المرافعات. كان عندنا قبل سنة 94 مواد التحكيم اللي بتنظم التحكيم كانت موجودة في قانون المرافعات، كانت موجودة في قانون مرافعات من المادة 501 للمادة 513، كانوا 13 مادة موجودين لتنظيم التحكيم أو مسائل التحكيم أو اللجوء للتحكيم أيا كان المسمى. بعد كده لما جينا في سنة 94 صدر قانون اسمه قانون التحكيم 27 سنة 94، بقى عندنا قانون مستقل اسمه قانون الايه؟ قانون التحكيم. طبعا كل التخصصات بتتنازع على ان هو من اختصاصنا، فبتاع المرافعات بيقول لك لا ده قانون التحكيم ده تبعنا، المدني لا تبعنا، الاداري تبعنا، التجاري تبعنا، ايا كان ان كل التخصصات بتكتب في قانون التحكيم بس من وجهة نظرها المتخصصة في مجالها. يعني انا مثلا لما اجي اتكلم في التحكيم بتكلم عن اجراءات الخصومة، عن الحكم، عن الطعن، عن الدعوة البطلان الموجودة وهكذا. بالنسبة للقانون المدني اتكلم على اتفاق التحكيم، عقد التحكيم يعني وشروطه واركانه و فبالتالي التحكيم كقانون هو مجال واسع للجميع ان هو يكتب فيه من ناحية التخصص، ولكن الاصل ان هو يتبع قانون المرافعات لانه بالفعل كان منظم في قانون الايه؟ في قانون المرافعات. بعد كده اتفصل بقانون جديد هو قانون 27 سنة 94، وبقى عندنا حاجة اسمها قانون التحكيم، عندنا 58 مادة في قانون التحكيم. كويس، احنا لحد دلوقتي تمام. عايزين نعرف بقى ايه هو التحكيم. اولا انت لما يبقى عندك قضية، عندك دعوة، عندك اعتداء على الحق، عايز ترفع دعوة صحة التوقيع حتى اللي هي الدعاوى المصلحة المحتملة، ان انت بتحفظ دليل او بتحاول تجيب دليل عشان لو في نزاع مستقبلي، انت بتروح لمين؟ بتروح لقضاء الدولة. بتروح لمين؟ لقضاء الدولة، بتروح للمحكمة وتبدأ على هذا الاساس تشوف ان الدعوة بتاعتك دي تصلح لانهي ايه؟ لانهي محكمة. انت عندك الاختصاص الوظيفي، حددنا المسألة بقت مدني. بعد كده عندك الاختصاص النوعي، اروح محاكم ايه؟ ما انا هروح المحاكم المدنية او القضاء المدني، هروح انهي محكمة؟ هروح محكمة الاسرة ولا محكمة العمال ولا محكمة اقتصادية، تمام؟ ولا هروح انهي محكمة؟ فببدأ اشوف النوع الدعوة اللي معايا ايه عشان اقدر اروح الايه؟ اروح المحكمة. بعد كده طيب اروح محكمة اول درجة ولا تاني درجة؟ تقاضي في مصر على درجتين، اروح اول درجة ولا تاني درجة؟ ابدأ اشوف قيمة الايه؟ قيمة الدعوة. والله قيمة الدعوة لو 100,000 جنيه فأقل أروح محكمة جزئية، لو أزيد أروح محكمة إيه؟ ابتدائية، وتقرر الطعن على هذا الأساس. طب نبدأ بقى كده ندخل، طب أروح أنا حتة في الجمهورية؟ أروح فين؟ من عندي 27 محافظة، في كل محافظة فيها كم مدينة وكم مركز، أروح أنهي حتة؟ ده بيسميه الاختصاص الإيه؟ اختصاص المحلي. فببدأ أشوف موطن المدعي عليه كقاعدة عامة، وإن كان هناك استثناء بمشي على الاستثناء. بالتالي انا لما يبقى عندي مشكله او عندي قضيه او عندي دعوه او عندي نزاع معين، انا بروح فين؟ بروح لقضاء الدوله علشان يحل لي هذا الايه؟ هذا النزاع. خلاص احنا في مجتمعات حديثه، والمجتمعات الحديثه الشخص مش بياخد حقه بنفسه، خلاص احنا بقى عندنا قضاء، عندنا سلطات، في مبدا الفصل بين السلطات، بتبدا تلجا للقضاء علشان تاخد حكم قضائي بالمساله المتنازع عليها. فبالتالي انا بروح قضاء الدوله. طيب اذا هو قضاء الدوله ده او القاضي ده، كلمه قضاء الدوله، كلمه القاضي، كلمه المحكمه، المعنى واحد. فلما نيجي نقول والله طب قاضي الدوله ده اللي هو ايه؟ ده القاضي الطبيعي، بنسميه يعني كمصطلح مجازي كده ان هو القاضي الايه؟ القاضي الطبيعي. يعني حضرتك ما تقدرش تمنعني ان انا اروح لمين؟ للقاضي، للمحكمه، ان انا الجا لقضاء الدوله. حضرتك ما تقدرش تمنعني من ده، لان ده القاضي الطبيعي بتاعي اللي المفروض الجا اليه لحل الايه؟ المنازعه بتاعتي. وفي نفس الوقت حضرتك ما تقدرش تجبرني ان انا اروح له. يعني خلي بالك من الحاجتين، يعني حضرتك ما تقدرش تمنعني وما تقدرش تجبرني ان انا ايه؟ ان انا اروح له. ازاي؟ انا عندي حق تم الاعتداء عليه، انا مش عايز ارفع دعوه، انا متنازل، انا متصالح، انا ايا كان، بحضرتك تقدر تجبرني ان انا اروح قضاء الدوله؟ بالنسبه للمسائل المدنيه والتجاريه عشان انا باكد تاني، المسائل الجنائيه المتعلقة بالدولة، حد ضرب حد، حد سرق حد، في حق مجتمع ايه موجود هنا، لا دي مسألة احنا خرجناها. فبالتالي ما تقدرش تمنعني ان انا اروح لقضاء الدولة،
ان انا احل النزاع بتاعي، في نفس الوقت ما تقدرش تجبرني ان انا ايه ان انا اروح. فالمفروض ان انا عندي الحريه، الدعوه وسيله اقدر اتنازل بيها عن حق. كويس كده تمام. طب وبعد كده ده بالنسبه لقضايا الدوله. طب بالنسبه بقى للتحكيم، ايه هو بقى التحكيم نفسه؟ قال لك والله التحكيم ده فرق، عشان ركز معايا للفرق ما بين التحكيم وحكم الايه وحكم التحكيم. احنا هنا خلاص قلنا في دعوه، قاضي بينظر الدعوه هيصدر فيها ايه حكم. عايزين بقى نشوف النظام المقابل. عندك في حاجه اسمها تحكيم، نظام التحكيم، في محكم هيصدر حكم، في حكم ايه حكم تحكيم. يعني نفس المقابله للنظام القضائي، قضاء تحكيم، قاضي محكم، تمام، حكم قضائي، حكم ايه حكم تحكيم. طبعا كلنا فاهمين النظام القضائي والقاضي وحكم القاضي. هنا بقى ندخل بقى في التحكيم. ايه هو التحكيم؟ التحكيم هو نظام قانوني، نظام قانوني يتم اللجوء اليه بتوافق اراده الاطراف على حل نزاع بينهما عن طريق شخص ثالث يسمى المحكم، بحكم مساوي للحكم الايه للحكم القضائي. اذا انا لما اجي اتكلم على التحكيم بقول ايه بقى؟ خلي بالك، بقول ايه؟ بقول النظام القانوني للتحكيم. النظام القانوني لمين؟ يعني معنى ذلك ان جوه النظام القانوني ده في حاجه اسمها دعوه تحكيميه، في اسمها اطراف الدعوه، في الهيئه التحكيم اللي بتفصل في الايه في الدعوه او في النزاع، في حكم تحكيم، في طريقه لتعديل هذا الحكم او الطعن عليه في بعض الدول اللي بتجيز الطعن، في وسيله لتعديله، وبعد كده اخده وانفذ الحكم بالنظام المقابل لقضاء الدوله. ان انا عندي قضاء دوله فعندي دعوه قضائيه، عندي دعوه ايه قضائيه، عندي مدعي ومدعي عليه، عندي قاضي، عندي حكم قضائي له وسائل للطعن عليه، ثم انفذ الايه انفذ الحكم. يبقى اذا النهارده المشرع بينشئ ما يسمى بنظام التحكيم. يبقى لما اجي اقول لك ما تجيش تقول لي حكم التحكيم، لا، ده احنا بنتكلم على النظام قانوني متكامل بيقر المشرع، وان صح التعبير لبعض الفقهاء قضاء خاص. قضاء ايه خاص؟ يعني احنا مش هنحاول نمسك في المصطلحات الفقهيه قوي، احنا عايزين يعني نطفي الجانب العملي اكتر على موضوعاتنا عشان قدر الاستفاده يبقى اعلى. يبقى اذا احنا عندنا قضاء عام الاصل فيه ان هو مجاني، تمام، مجانيه القضاء او اللجوء للقضاء. الرسوم دي مجرد رسوم، يعني رسوم شكليه او رسوم بسيطه، لان هو في التحكيم هتعرف انها رسوم بسيطه، تمام، لما تعرف ان التحكيم بيبقى فيه رسوم عاديه. طيب نيجي بقى للنظام القانوني اللي هو ده هنعتبره قضاء خاص. حضرتك النهارده بتروح لقاضي خاص، بتروح لقاضي ايه خاص يفصل لك في الدعوه بتاعتك، تمام، وبتاخد حكم. المفروض القانون بيقول لك حكم مساوي لحكم ايه قضاء الدوله. طيب اركن بقى قضاء الدوله شويه على جنب ونمسك في الايه في التحكيم. هل هو بنفس التفصيل ده؟ حاضر، ماشي، حاضر. فناخد الخاص بقى، نتكلم بقى في التحكيم عشان ايه شوف الدنيا ماشيه ازاي. هل الكلام اللي انا بقوله ده بنفس الصوره مطابق لما لقضاء الدوله؟ من المفترض من المفترض ايه يعني من المفترض ان التحكيم يقوم على اعتبارين. الاعتبار الاول هو اراده الاطراف. مش احنا قلنا في الاول ان مفيش حد يقدر يمنعك ان انت تروح لمين؟ لقضاء الدولة. ومفيش حد يقدر يجبرك انك تروح لمين؟ قضاء الدولة. طيب في حد يقدر يمنعك ان انت تروح للتحكيم؟ ها؟ حد يقدر يمنعك ان انت تروح للتحكيم؟ ها؟ بإرادة الطرفين، احنا كطرفين موافقين، حد يقدر يمنعنا؟ بالراحه ناخدها واحده واحده، ستيب باي ستيب كده. هل في حد يمنعني ان انا اروح افصل في النزاع عن طريق التحكيم؟ القانون يقدر يمنعك. فالقانون يقول لك ايه؟ يقول لك والله مش كل المسائل يجوز فيها الايه التحكيم، لابد ان يكون موضوع النزاع اللي انتوا هتروحوا فيه في التحكيم، تمام، يجوز فيه الصلح. ده نص في القانون المدني كده، يقول لك المسائل التي لا يجوز فيها الصلح لا يجوز فيها الايه التحكيم.
يبقى إذن المسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب حق المجتمع ده ما ينفعش اروح فيه ايه تحكيم ما لم ينص القانون على غير ذلك في المسائل الماليه المترتبه على المسائل الجنائيه، وكذلك مسائل الاحوال الشخصيه. يعني واحده لما مؤاخذه عايزه تطلق يعني تمام، ولما مؤاخذه ليه عادي، واحده عايزه تخلع جوزها تروح فين؟ حق طبيعي معلش بس هو قال طيب هتروح فين؟ تروح قضاء الدوله. ينفع تروح لمحكم يخلعها تمام او يصدر حكم بالتطليق؟ كلام ده ايه؟ يبقى اذا هناك مسائل لا يجوز فيها الايه التحكيم، بخلاف ذلك لا احنا نروح التحكيم ونحل ايه ونحل نزاعنا وامورنا تبقى تمام وندفع مصاريفه كويس. يبقى ده بالنسبه لموضوع التحكيم. بالنسبه لحكم التحكيم بقى، الحكم ده هو القرار اللي بيصدر من هيئه التحكيم في المساله المتنازع ايه المتنازع عليه. يبقى اذا النظام القانوني للتحكيم تمام هو تنظيم فكرة القضاء الخاص أو تنظيم فكرة مقابلة لفكرة القضاء الدولة، إن أنا يبقى عندي محكم أختاره، نعمل دعوتنا التحكيمية تمشي بإجراءاتها. لابد أن يتوافر زي المحكمة الدستورية العليا ما قالت، لابد أن يتوافر للتحكيم الضمانات القضائية. يعني إيه؟ يعني زي ما القاضي نقول لك مبدأ حيدة القاضي تمام، لابد برضو في المحكم إن هو يكون إيه. لكن في بعض الشروط ما ينفع واحد يشتغل قاضي مش خريج كلية حقوق، منفع هنا لا في التحكيم عادي، انا ممكن اجيب اي واحد حتى لا القانون حتى اقول لك لا يجيد القراءه والكتابه عادي مفيش مشكله، لان التحكيم المفروض ان هو يقوم على فكره العداله السريعه. انا عندي قاعدين في شادر بطيخ تمام، البطيخ وقع الطماطم جت على بعضها حصلت اضرار، عايزين واحد محكم. ايه هو واحد محكم ده؟ انا مش هروح اجيب استاذ جامعه عشان يحكم لي في البطيخ والطماطم وكلام من ده، ويجي ينتدب لي خبير وكلام من ده، ده انا عايز واحد متخصص في الطماطم والايه والبطيخ يجي يقول لك والله لا ده في اضرار كذا وكذا وكذا، حكم لنا ويصدر ايه حكمه. خلي بالك ده حكم ايه؟ حكم تحكيم. قاعدين بنصور مشهد في السينما وبتاع والبلاتو موجود والدنيا وحصلت اضرار وبتاع ومش عارف مين وكلام زي كده، بجيب واحد متخصص يعمل لي. يعني مش بالضروره ان يكون المحكم ايه ها مش حتى القانون بيقول لك مش لازم يجيد القراءه والايه والكتاب تمام، لكن الامور ما بتمشيش بالايه مش بالصورة دي، ولكن ده تبسيطا للايه للمسألة. طيب يبقى اول مسألة لابد ان احنا نتعرض ليها، ازاي بيتم الاتفاق على التحكيم؟ دي اول حاجة، لان اتفاق التحكيم ده هو اللي بيدي الشرعية، هو اللي بيدي الشرعية للمحكم او هيئة التحكيم انها تصدر الايه الحكم، وهو اللي بيدي الشرعية ان الدولة تلتزم بما يصدر عن المحكم من ايه من احكام تمام كده، لان الدولة بتقر للافراد الارادة في اللجوء الى ايه الى التحكيم، فبالتالي ما تقدرش الدولة تمتنع عن تنفيذ حكم الايه حكم التحكيم. ونظمت لي القواعد بتاعته سواء كان قواعد الطعن في الدول اللي بتجيز الطعن او دعوى البطلان في الدول التي لا تجيز الطعن زي القانون المصري ثم اجراءات التنفيذ بتاعها. بالنسبه للدول اللي بتجيز الطعن او الدول التي لا تجيز الايه الطعن، فمساله اوليه كده لازم نعرفها ولازم ناخد بالنا منها، ما ينفعش نتكلم في اي حاجه في التحكيم قبل ما نتكلم فيه، وهي اتفاق الايه اتفاق التحكيم. اتفاق التحكيم ده له صورتين، له ايه صورتين. الصوره الاولانيه اما ان يكون شرط تحكيم، وده طبعا لفظ متداول ومعروف، يا اما ان يكون مشارطه ايه مشارطه التحكيم. يبقى اذا لما اقول لك الاتفاق على التحكيم او اتفاق التحكيم، يبقى الاتفاق ده ممكن يبقى ايه شرط او مشارطه، شرط او ايه او مشارطه. كويس جدا. يبقى اذا لما اقول لك كلمه اتفاق تحكيم مجرده كده، يبقى ممكن تكون شرط وممكن تكون ايه مشارطه. ولما اقول شرط التحكيم يبقى انا اقصد اتفاق الايه التحكيم، ولما اقول مشارطه التحكيم يبقى انا اقصد برضو اتفاق الايه التحكيم. فاحنا هنستخدم لفظ ايه لفظ اتفاق التحكيم. ايه هو اتفاق التحكيم؟ هو توافق ارادتين على حل النزاع عن طريق الايه عن طريق التحكيم، عن طريق التحكيم اللي هو النظام القانوني المين للتحكيم. يبقى الصوره الاولى للاتفاق هو شرط الايه شرط التحكيم. طب شرط التحكيم ده عباره عن ايه؟ شرط التحكيم اللي هو اتفاق التحكيم، شرط التحكيم قد يرد في احد بنود العقد. بمعنى ايه؟ حضرتك بيني وبينك عقد،
عقد بيع، عقد توريدات، عقد اصلاح، جبتك عشان تشطب الفيلا، جبتك علشان خاطر تشطب لي النادي ده وتعمل لي فيه شويه ايه، تبني بقى مبنى جديد، ايا كان موضوع النزاع، طالما ان هو الموضوع ده، طالما ان هذا الموضوع يجوز الصلح ايه فيه، يبقى اذا سواء بجيب العقد اللي بيني وبينك كده حضرتك تمام كويس، العقد اللي بيني وبينك ده بقول لك فيه انت عليك التزامات كذا وانا عليا ايه التزامات كذا، ليك حقوق كذا وانا ليا ايه حقوق كذا. نفترض مثلا على سبيل المثال، مثال الدرج ده دايما اقوله يعني، ان احنا عندنا العقد ده مكون من 20 ايه بند، 1 2 3 لحد رقم كام 20، جينا في البند رقم 18 وكتبنا كده، فكلكم اكيد اطلعتوا على عقود وشفتوا اخر دايما البند الاخير او اللي قبل الاخير يجي يقول لك ايه، يقول لك في حاله اي نزاع مش عارف مين تكون محكمه كذا الجيزه المختصه وجزئياتها ومش عارف استنبا موجود هنا بقى، احنا مش هنحط ايه، مش هنحط البند ده، هنحط بند تاني في حاله نشوء اي نزاع بين الاطراف يتم الفصل فيه عن طريق مين التحكيم. هنا بقى احنا حطينا شرط ايه، شرط تحكيم، حطينا شرط ايه تحكيم. يبقى بالتالي حضرتك النهارده حددنا الاختصاص لقضاء الدولة ولا للتحكيم، حددنا الاختصاص للتحكيم. يبقى دي الصورة الأولى أو الشكل الأول اللي بيرد فيه إيه، اللي بيرد فيه شرط التحكيم. عملنا العقد من 20 بند، عملنا العقد من 20 إيه بند. خباك لسه الأسئلة الصعبة جاية، ده تمهيد علشان أنت تبقى متجاوب معاه في اللي لسه هقوله، إن اللي هقوله أكثر إيه، أكثر تعقيدا، وهسأل وانتو وانت هتجاوب تبقى زي الفل، بس عشان خاطر ايه الفكره بس تبقى واصله. جينا عملنا العقد، بعد ما خلصنا العقد والدنيا تمام ايه اللي حصل، جينا قعدنا مع بعض كده وقلنا والله طيب احنا لو حصل بينا خناقه، حصل بينا نزاع، لسه هنروح قضاء الدوله والمحاكم والاعلانات واحنا ناس حلوين ويعني ايه يعني الحلو من عندك على الحلو من عندي ونخلص الموضوع بسرعه، يعني انت عايز ايه، ما تيجي نعمل تحكيم. فروحنا جبنا ورقه مستقله عن مين، عن العقد، وكتبنا فيها ايه، والله لو حصل نزاع بمناسبه العقد او بسبب العقد فلان فلاني ده يتم حله عن طريق الايه التحكيم. يبقى ده شرط تحكيم ولا مش شرط تحكيم؟ شرط تحكيم. يبقى نفس القواعد ورود البند كاحد بنود العقد حتى لو في ورقه ايه ملحقه. طيب في الحالتين ممكن نيجي نقول ايه، والله بص ما تيجي نريح دماغنا لو حصل اي نزاع نبدا نحله عن طريق مثلا مثلا قواعد مركز التحكيم التجاري الدولي مثلا. معنى ذلك ان احنا بنحيل، خلي بالك بنحيل الايه، بنحيل حل النزاع الى قواعد ايه معينه او الى وثيقه ايه معينه. والله لو حصل نزاع احنا نحله عن طريق اتفاقيه فيينا. طيب هنا بقى نروح تحكيم ونروح قضاء الدوله، لا احنا حضرتك نشوف هو اشار لايه، لقواعد فيينا، نرجع بقى قواعد فيينا نشوفها هل هي بتقول لو النزاع تم بين الاطراف وفقا لهذه القواعد يتم حله عن طريق الايه التحكيم. يبقى هنا نروح ايه، نروح تحكيم. يعني قد يرد شرط التحكيم او اتفاق التحكيم عن طريق الاشاره الى وثيقه او الى قواعد او الى اتفاقيه معينه تتضمن اللجوء الى الايه التحكيم. يعني حضرتك العقد نفسه ما فيش شرط بيقول لك روح التحكيم، ولكن في بند كده رقم 19 بيقول لو في حاله النزاع بين الاطراف يتم حل النزاع وفقا لقواعد فيينا، وفقا لقواعد القانون الانجليزي، وفقا لاتفاقيه كذا. يبقى اذا هنا هنروح للاتفاقيه او القواعد دي ونشوف فيها ايه، هي بتنص على ايه، بتنص على التحكيم، يبقى احنا ايه، يبقى احنا تحكيم. يبقى ده بالنسبه لشرط الايه التحكيم. طب مشارطه التحكيم هي اتفاق على التحكيم، ايه الفرق بين الشرط والمشارطه؟ الشرط بقى المشارطه برضو ممكن ايه نعمل لها ورقه مستقله وكلام من الفرق، عشان الفرق بالظبط ان شرط التحكيم بيتم الاتفاق عليه قبل نشأة الايه النزاع. يعني من الاخر كده قبل ما يحصل نزاع اصلا، يعني احنا بنحط الشرط بنقول ايه في حالة نشوء نزاع نلجأ لمين، للتحكيم. المشارطة بيكون اتفاق على التحكيم ولكن بعد وقوع الايه النزاع. المثال البسيط ليها ان احنا عملنا العقد والدنيا تمام وزي الفل وماشيين، انا بعمل التزاماتي وحضرتك بتعمل التزاماتك والامور متبادله والدنيا تمام وزي الفل، مفيش اي حاجه، كويس خالص. جينا في النص كده واحنا شغالين، حصلت ايه، حصل خناق، حصل نزاع، هنروح فين؟
لو حصل نزاع واحنا شغالين هنروح فين؟ لا هو انا بيني وبينك عقد حصل بيننا نزاع هنروح فين على طول مباشره؟ حد قال هنا قضاء الدوله دعوه حصلت مشكله هروح فين؟ قضاء الدوله. فحضرتك بقى ايه رحت جايبك كده طب تعالى نقعد في النادي نشرب اتنين ليمون يا عم ليه فيها ايه الفرهده ومش الفرهده دي؟ ما تيجي نخلص النزاع انت خسران وانا خسران، ايه رايك لو نحل النزاع بتاعنا عن طريق مين؟ التحكيم. هو النزاع حصل ولا ما حصلش؟ حصل. فانا هعمل ايه؟ اتفاق على التحكيم بسميه ايه؟ مشارطه. يبقى المشارطه على التحكيم هنا جائزه ولا مش جائزه؟ جائزه. هنا بسميها اتفاق ايه؟ اتفاق على التحكيم. يبقى الفرق بين الشرط والمشارطه ان الشرط قبل النزاع اما المشارطه بتكون بعد وقوع النزاع. ده الفرق الاول. الفرق الثاني بقى ان في المشارطه لابد ان يكون النزاع محدد. يعني احنا في الشرط كنا بنقول ايه؟ ها في حاله نشوء اي نزاع كذا اللي هو موضوع خلي بالك اتفاق التحكيم هنتكلم عنه كمان شويه تمام. في حاله نشوء اي نزاع بسبب او مناسبه العقد مثلا ان كانت صيغه الشرط المهم ان احنا بنقول ان مفيش نزاع ايه حصل. لكن المشارطه لابد ان يكون النزاع ايه وقع. فبالتالي يجب خلي بالك قانون ماده 10 قانون التحكيم المصري بتقول ايه؟ خلي بالك ده قانون نموذجي تمام، قانون الاستقرار اللي خد منه القانون المصري معظم القواعد بتاعته تمام، او يعني نقدر نقول 99.9 منه يعني تمام. ودول كتير كده مش مصر بس، لان نموذج رائع ومتطور ودايما في قواعد متجدده وكلام من جاء قال لك والله لو حضرتك ما حددتش النزاع في مشارطه التحكيم يبقى المشارطه باطله. طب تبقى باطله يعني ايه؟ يعني يبقى اتفاق التحكيم ايه؟ باطل. يعني الحكم اللي يصدر عن المحكم ايه؟ باطل، لان مفيش ايه؟ مفيش اتفاق على التحكيم. اذا اتفاق التحكيم شرطا كان او مشارطه هو مفترض اساسي، بل هو الاساس الذي يعطي الاختصاص لهيئه التحكيم بالفصل في النزاع، وهو الذي يلزم الدولة بتنفيذ الحكم الصادر عن الايه؟ عن قضاء التحكيم او هيئة التحكيم. طبعا هناك في مسائل طبعا اختلاف الفقه مش هندخل فيها، هل التحكيم ده نظام قضائي ولا نظام اتفاقي؟ يعني نظام مختلط ولا نظام ارادي يعني هناك نظريات ومسائل كتير ونظريات فقهية قيلت في طبيعة التحكيم وطبيعة حكم التحكيم. مسائل فقهية احنا مش هندخل فيها لان هي يعني ايه ايا كانت التأسيس الرأي القانوني فيها، في النهاية انا عندي نظام اسمه نظام التحكيم وبيصدر احكام مساوية للاحكام القضائية وبتنفذ تنفيذ جبري طالما تتضمن التزام بشيء زيها زي الاحكام الايه؟ الاحكام القضائية، وان اختلفت بعض الاجراءات وان اختلفت بعض طرق الطاع وان اختلفت بعض اجراءات التنفيذ بالنسبه لحكم التحكيم ان اتسع الوقت هنتكلم فيها، ولكن ده شرط ومشارطه الاثنين اسمهم اتفاق الايه؟ اتفاق التحكيم. نيجي بقى لحته اخطر من كده، اتفضل اريحك والله. اه قول. نعم؟ والله الاثنين دلوقتي بقوا زي بعض. بصراحه يعني ما اكدبش عليك. بس انا عايز اقول لك على حاجه. بالنسبه لحل النزاع الاسرع والايسر هو التحكيم. ليه؟ احنا اتفضل احنا لسه كنا بنتكلم بنقول اتفاق الايه؟ التحكيم. اتفاق التحكيم ده بين الاطراف، حضرتك ليك انك تتفق على كل حاجه بما فيهم ايه؟ مده التحكيم. يعني احنا موضوع النزاع او موضوع التحكيم ده موضوع كبير وفي تفصيلات كتير، ولكن احنا بنقول الاطراف من حقهم انهم يتفقوا على كل حاجه. هاجي انا وحضرتك بينا عقد لو حصل نزاع يتحل في خلال 3 شهور، انت خدت بالك؟ براحتك. طب لو حضرتك نسيت تحط المده، قانون المصري مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك حل النزاع في خلال 12 شهر، ولهيئه التحكيم لها انها تمد ايه؟ لها انها تمد 6 شهور في حاله كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا انت ممكن تحدد المده اللي هيتم فيها فصل في الايه؟ في الدعوه التحكيميه. قضاء الدوله اعتقد مش حضرتك اللي بتحدد المده، صح ولا ايه؟ صح. فبالتالي لو هقول والله اروح تحكيم ولا اروح قضاء الدوله هقول لك لا روح تحكيم طالما معاك الفلوس اللي تصرف فيها يعني، او
ماديا تقدروا تتفقوا على الايه، على المصاريف بتاعه التحكيم. تمام. طيب نرجع بقى، اتفضل. تنفيذ ايه؟ تنفيذ حكم التحكيم. يعني حضرتك بتتكلم على ان صعوبة التنفيذ في مصر عموما بالنسبة للأحكام، وانا احلها لك ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. انا بص، تداخل احنا يعني لو صبر القاتل عم اتوك كان اتجوز وخلف. لو صبر برضو والله كان خلف، يعني مش اتجوز بس كان خلف تاني. بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، هو اللي انا قلته لحد دلوقتي في صعوبة؟ لا بأمانة، يعني في صعوبة ولا الامور سلسة كده وماشية؟ طيب يعني مش عايش كتاب ولا حاجة. تمام. طيب السؤال بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو تداخل الاختصاص، قضاء الدولة والتحكيم هما مش بيتدخلوا بس في الاختصاص ده، انت عندك، انت انا قلت اول جملة قلتها فيش حد يقدر يمنعك انك تروح فين؟ قضاء الدولة، صح؟ حدش يقدر يمنعك، زي ما حدش يقدر يجبرك، صح كده؟ طب انا افترض، عايز اقول لك بيني وبينك عقد، يعني مثال بس سريع كده، بيني وبينك عقد وقعدنا عشان نشكل هيئة التحكيم وبتاع، ولحد ما شكلنا حصل نزاع قبل ما نشكل هيئة التحكيم، اروح فين؟ انا عايز حماية قضائية. ما هو الحماية القضائية فيها نوعين، حماية موضوعية للحق نفسه وحماية تنفيذية اللي هو تنفيذ الحكم. الحكم بيؤكد الحق لما بيصدر. حضرتك بتدعي انك لك عندي 1,000,000 جنيه، رحت للمحكمة حكمت لك، حكمت لك بمليون جنيه، صح ولا مش صح؟ هي معنى ان المحكمة حكمت لك بمليون جنيه ان انا هطلع 1,000,000 جنيه اديهم لك؟ مش عاطيك حاجة. فحضرتك هتعمل ايه؟ هتلجأ لنوع اخر من الحماية القضائية اسمه الحماية التنفيذية، هتروح لإدارة التنفيذ وتديها الحكم علشان تنفذه بالقوة الجبرية، صح كده؟ تحجز على اموالي، تعمل ايا كان بقى، ده ما التنفيذ الجبري ده بقى ليلة تانية بقى، ماشي؟ حكم التحكيم بيعمل نفس الكلام، بيدي لك حماية موضوعية تأكيدية للحق بتاعك. انا وانت حصل بينا نزاع، ليه عندك تعويض 1,000,000 جنيه؟ لا يا عم انا لسه اروح قضاء الدولة، خلينا التحكيم اداني الحكم، باخد مساوي لقضاء الايه، لحكم قضاء، فباخده واروح برضو ايه للدولة، مش هنشئ قضاء خاص عشان ينفذ لي حكم التحكيم. عشان كده احنا بنقول ان الدولة بتقر للاطراف حق اللجوء الى التحكيم، تمام، بارادتهم علشان يحكموا شخص ثالث يفصل في مين في النزاع بحكم مساوي لحكم قضاء الدولة. حكم قضاء الدولة نفسه لما بتاخد الحكم حضرتك مش معناها ان انت حصلت على حقك بصورة كاملة، لان في مرحلة تانية اسمها مرحلة الايه، التنفيذ. نفس المسألة، حكم التحكيم خدت الحكم معناها ان انت ما خدتش الحق في جيبك خلاص، ده في مرحلة تانية اسمها مرحلة الايه، التنفيذ، بس هنا بتروح لمين؟ لقضاء مين؟ قضاء الدولة. تمام كده. نيجي بقى لفكرة، احنا عملنا اتفاق تحكيم والدنيا تمام وزي الفل، كويس، انا وانت حصل بينا اتفاق على التحكيم شرطا كان او مشارطة، جميل، رحت انا بقى عملت ايه؟ حبيت اتزاكى، حصل بينا نزاع، فروحت عامل ايه؟ ها، رحت رافع دعوة قدام مين؟ قضاء الدولة. هو في حد يمنعني ان انا اروح قضاء الدولة؟ لا. فروحت رفعت دعوة قدام مين؟ قضاء الدولة. ركز بقى معايا هنا بقى، انا استعبطت، انا بيني وبينك اتفاق ايه؟ على التحكيم. يعني اتفاق على التحكيم يعني حل النزاع عن طريق التحكيم. فروحت انا وانت اختلفنا مع بعض، او انا وانت اختلفنا مع بعض، عملنا ايه؟ ها، رحت القضاء الدولة رفعت ايه؟ دعوة، وعملت لك اعلان وجالك الاعلان بالايه؟ بالدعوة. يبقى في مدعي هنا، المدعي اللي بقى هنا يعمل ايه؟ ها، لا واحدة واحدة، يعني اللي عايز يجاوب يقول، اللي عايز يجاوب قول، اتفضل. ها، يعمل ايه؟ اي حد رفع ايده اتفضل. ماشي، لو الخصم راح واستمر، انا رحت رفعت الدعوة القضائية قدام حضرتك المدعي، اللي تعمل ايه؟ ايوه، نفسي خلاص يبقى هتمشي الدعوه، لكن لو انا ما رحتش يعني ما قريتش بيها، هذا انت قلتي اربع فروض في كلمتين بس، برافو عليكي، يعني ماشي اتفضل. عدم اختصاص المحكمه، ماشي اتفضل. ها، عدم اختصاص المحكمه. ها، حد عنده راي تاني عايز تقولي حاجه؟ ها،
يا استاذ. قالت عدم اختصاص، قالت عدم اختصاص. طيب السؤال تاني يا جماعة، بيني وبينك اتفاق على التحكيم، رحت انا بقى اتزكيت، ولما حصل نزاع رحت قضاء الايه الدولة، الخصم التاني لما يجي بقى، الطرف التاني لما يجي يحضر قدام قضاء الدولة يعمل ايه؟ ها اتفضل. يدفع بعدم الاختصاص لوجود اتفاق التحكيم، ده الرأي الاول. ها حد عنده رأي تاني؟ اهم يا شيخ علي الرئيس. ايه ممكن يقر بالدعوة، ده الرأي التالت. ها حد عنده رأي تالت؟ وقف تعليق، ده رأي تالت. ها شغل دي يعني، اجتهد اجتهد. ها ممكن نطلب، ها تفضل، ممكن نطلب تشكيل هيئة التحكيم. يعني انت خرجت شوية عن الموضوع، لكن انا المفروض قدام قضايا الدولة. ها حد قال عدم اختصاص، حد قال وقف تعليقي، تمام. طيب نقول بقى، والله احنا هنبدأ بالفرض الاول، بيني وبينك اتفاق على التحكيم، حضرتك استعبطت وروحت قدام ايه قضاء الدولة، انا الحالة الاولى ان انا اسكت وصاهيا خلاص، مش انت رحت قضاء الدولة، يعني معنى ذلك، خلي بالك ركز بقى، اللي راح اللي هو المدعي معناها ان هو ايه تنازل، مش موافق يا استاذة، تنازل عن شرط الايه التحكيم، يعني تنازل عن حل النزاع عن طريق مين التحكيم، تمام كده؟ يبقى ده بالنسبة للمدعي، بالنسبة للمدعي عليه راح وسكت وكملنا، مش انت رحت؟ طب خلاص يلا بينا نكمل بقى قدام قضاء الدولة. هنا بقى، هنا بقى المدعي عليه يعتبر برضو عمل ايه؟ تنازل، لان القضاء الدولة هو القضاء الايه؟ القضاء الطبيعي اللي محدش يمنعك انك تروح له، هنا ايه؟ تنازل، والامور ايه؟ والامور تمشي وقضاء الدولة ايه؟ يكمل. واحنا ماشيين كده جينا في النص، رحت واخد المدعي، مدعي مدعي، ورحنا قعدنا في النادي نشرب 2 ليمون، والدعوة شغالة قدام قضاء الدولة، واحنا بنشرب 2 ليمون، قلت له ايه؟ قلت له عم قضاء الدولة ده هيتعبنا وهيوجع دماغنا، ايه رأيك نسيبها ونروح للتحكيم؟ ها ينفع ولا لا؟ بصوا يا جماعة، انا بسأل اسئلة قانونية دقيقة جدا، ولكن بصورة ايه؟ بصورة مثال توضيح، فمش عايز استخدم الالفاظ عشان الصورة توصل. ينفع ولا ما ينفعش؟ ها ينفع، ها ينفع، هي كلمة واحدة، ها ينفع. ينفع هنا بقى لازم نعمل ايه؟ اتفاق تحكيم جديد، نعمل اتفاق تحكيم ايه جديد خلاص. طيب هل ممكن واحنا نعمل اتفاق الجديد نحيل للقديم؟ براحتك زي ما انت عايز، المهم ان احنا قدام قضاء الدولة. يعني السؤال القانوني انه رفع دعوة امام القضاء، اصل خلي بالك، خد المثال العكسي كده، لو انا وحضرتك ما فيش بينا اتفاق تحكيم اصلا، ورحنا رفعت دعوة قدام محكمة، وحضرتك جيت واحنا ماشيين في النص، جيت قلت لك ما تيجي نروح نعمل تحكيم، جائز ولا غير جائز؟ جائز. يبقى من باب اولى لو في بينا اتفاق تحكيم وتنازلنا عنه صراحة او ضمنا واحنا قدام قضاء الدولة، احنا نرجع تاني نعمل ايه؟ تحكيم. حلو كده؟ يبقى خلاص النقطة دي، يبقى رفع دعوة قضاء امام القضاء، قضاء الدولة لا يمنع من الاتفاق على مين؟ على التحكيم. وانا قلت رفع دعوة واجراءاتها في جزئية تانية جاي. نيجي بقى مين اللي قال دفع بعدم الاختصاص؟ يرفع ايده اللي قال الدفع بعدم الاختصاص. طيب الدفع بعدم الاختصاص ده شك، دفع شكلي ولا دفع موضوعي؟ دفع شكلي، صح كده؟ يبقى المفروض تتكلم فيه قبل ما تتكلم في الايه؟ في الموضوع. طيب بناء على الدفع بعدم الاختصاص، حضرتك مش عندك في قضاء الدولة، مش احنا دلوقتي هنطبق قانون المرافعات بقى اهو، تمام؟ مش بناء على حضرتك بقى لما المحكمة بتحكم بعدم الاختصاص بتعمل ايه؟ بتعمل احالة تبقى للمادة كام؟ 110 من قانون المرافعات، يقول لك عدم اختصاص الدعوة واحالتها للمحكمة المختصة كذا 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 بمختصر. ده اجباري لما المشرع حط مادة 110، اجبر المحكمة عشان دقة قواعد الاختصاص وعشان ما يجهدش المتقاضين، وان قواعد الاختصاص صعبة شوية، فالزم المحاكم انها لما تحكم بعدم الاختصاص تعمل ايه؟ احالة للمحكمة المختصة طبقا للمادة 100 وكام؟ 110. هل هنا التحكيم يعمل احالة للمحكمة المختصة؟ لو قلنا عدم اختصاص، يعني التحكيم اللي هو قضاء خاص اللي هو فرض بره يقول لك انا مش مختص، وحيل الدعوة لمحكمة الجيزة الابتدائية
احنا خباك داخل النظام القضائي في الدولة المحاكم بتلتزم تبقى المادة 110، لكن هل بيحصل إحالة ما بين التحكيم نظام قضائي ونظام قضائي؟ لا. فنيجي نقول عدم الاختصاص، خباك في دول قالت عدم اختصاص عشان تبقى يعني الناس، واللي قال وقف تعليقي في بحث معمول دكتورة اسمها دكتورة هدى مجدي في المرافعات بتتكلم انتهت يعني فكرة الـ او بتتكلم على موضوع الوقف الايه التعليقي، يعني كل الاراء دي ليها احترام. طب القانون قال ايه بقى؟ القانون قال عدم قبول. القانون قال ايه؟ عدم قبول. المادة دي خلي بالكم انا عايز يعني اقراها لكم. ليه؟ بص المادة بتقول ايه؟ مادة 13 من قانون التحكيم بتقول ايه؟ يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الايه؟ الدعوة. نقف لحد كده. يبقى يجب، يجب يعني ايه يجب؟ يعني المحكمة لا تملك من أمرها أنها تقول ايه؟ لا اتفاقكم ده بايظ، اتفاقكم ده تعبان، أنا اللي مختص وأنا اللي هفصل. ده المشرع علشان خاطر يدي للتحكيم قيمته وقوته لازم يبقى فيه قواعد ايه؟ واجبة. فهنا اوجب على المحكمه انها تعمل ايه؟ تحكم بعدم قبول الايه؟ الدعوه. وعدم قبول الدعوه، الدفع بعدم القبول اصلا معناه ايه؟ معناه ان في شرط مش موجود لسه، وقت ما الشرط ده يبقى موجود حضرتك تعالى. ده باختصار بالبلدي كده. يبقى غير الدفع الموضوعي وغير الدفع الايه؟ وبرضه هناك من الاراء الفقهيه التي قيلت في هذا الدفع كتير، يعني حتى لما في الفقه المصري غالبية الفقه المصري استقر على انه دفع بعدم القبول، هناك من قال انه دفع موضوعي اجرائي، دفع بعدم القبول موضوعي، وهناك من قال انه دفع بعدم القبول اجرائي يعني متعلق بالاجراءات. يعني برضو المسألة مش بالسهولة اللي احنا نقدر نكيف قاعدة معينة ونحط لها احكامها، يعني الموضوع صعب. مش يعني انت وصل لك النهاردة بعد اجتهادات فقهية كتير جدا، ولكن في النهايه المحكمه اوجب، القانون اوجب على المحكمه انها تعمل ايه؟ انها تحكم بايه؟ بعدم القبول. عدم القبول معناه ايه؟ عدم القبول انها تحكم بعدم قبول الدعوه لوجود اتفاق الايه؟ التحكيم، وتقف على كده خلاص بقى. يعني لا هتحيل ولا هتقول لك لان حضرتك ممكن تحكم بعدم القبول ونيجي بعد كده نتفق ونتنازل عن شرط الايه؟ التحكيم، مفيش مشكله. طب ركز بقى في الكلمه اللي جايه بعدها، يجب على المحكمة التي ترفع إليها نزاع يوجب بشأن اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوة، ها؟ إذا دفع المدعي عليه بذلك. إذا دفع المدعي عليه بذلك يعني إيه؟ يعني الدفع بوجود اتفاق التحكيم غير متعلق بالإيه؟ بالنظام العام. يعني يجوز أن حضرتك إيه؟ تتنازل إيه؟ عنه وتكمل في الدعوة عادي. يبقى المحكمة هتحكم من تلقاء نفسها بوجود اتفاق التحكيم؟ لا، لازم حضرتك ايه؟ تدفع بوجود اتفاق الايه؟ التحكيم. يبقى اذا الدفع ده متعلق بالمصلحة الايه؟ الخاصة. نكمل الكلمة اللي بعد كده، قال لك ايه؟ قبل، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه اي طلب او دفاع في الايه؟ في الدعوة. يعني حضرتك ما تجيش تتكلم في الموضوع وتقعد معنا سنة سنتين وبعد كده تيجي تقول ايه؟ تصحى من النوم وتقول ايه ده؟ ده كان في بيننا اتفاق تحكيم، ده انا بدفع بايه؟ بوجود اتفاق مين؟ اتفاق التحكيم. لا، حضرتك تدفع بيه قبل الايه؟ يعني حضرتك لما يبقى بينك وبين الطرف الثاني اتفاق على التحكيم استعبط بيتزاكى عايز يتملص من اتفاقاته، عايز يروح فين؟ قضاء الدولة. حضرتك أول حاجة تعملها قدام المحكمة في أول جلسة إيه؟ الدفع بإيه؟ بوجود اتفاق التحكيم. الدفع بوجود إيه؟ اتفاق التحكيم. اتفضل. لو في مشوا الطرفين مشوا في الدعوة. وبعدين اتفقوا بعديها على عقد تحكيم جديد. كويس. هيبقى إيه مصير الدعوة؟ منظور قدام القضاء خلاص، الدعوة كأن تعتبر كأن لم تكن. تعتبر الدعوة كأنها إيه؟ خلاص بقى. ولكن الحكم اللي هيطلع من المحكمه، مفيش حكم طالع بقى. انا قلت حكم، انا ما قلتش حكم، انت ما تقولنيش كلام انا ايه، انا ما قلتوش. انا قلت ايه؟ ان رفع الدعوه القضائيه لا يمنع من الاتفاق على مين؟ على التحكيم. انا جبت سيره حكم، انا قلت حكم،
قلتش حكم. ما قلت لك رأي اعتبر كلمتك خلاص يا راجل اعتبر كلمتك اشطبها خلاص ما فيش دعوة خلصت حل. بس انا قلت حكم قلتش حكم فانت ما تقولنيش حاجة ايه انا ما قلت لهاش صح ولا غلط. طيب نيجي بقى للمسألة اللي انت بتصيرها دي ايه اللي يمنع ايه اللي يمنع ان احنا نعمل اتفاق جديد على التحكيم ده سؤالك انت عايز تقول لي يعني احنا رحنا قدام قضاء الدولة ومشينا وصدر حكم من قضاء الدولة ينفع بقى نتنازل عنه زي ما تنازلنا عن الدعوة ونروح للتحكيم. هنا بقى في تفصيلة صغيرة قانون المرافعات قانون المرافعات شكلمك في قبل كده زمان قبل 67 خلينا في اللي بعد 68 قانون المرافعات جاء لك ان الدفع بحجية حكم بحجية الحكم القضائي متعلقة بايه بالنظام العام. يعني حضرتك دلوقتي لو رحت قضاء الدولة ركز معايا انت والطرف الثاني وخدت حكم حكم حائز لقوة الامر المقضي تمام نهائي كويس كده وجيت تستعبط وتروح قدام القضاء تاني ترفع ايه نفس الدعوة خصمك هيدفع بايه ها بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل ايه لسبق الفصل فيه. طب حضرتك النهاردة رحت قدام قضاء الدولة وكان ما بينكم اتفاق تحكيم وحضرتك ما دفعتش بوجود ايه اتفاق وكملنا والدنيا حلوة وزي الفل وصدر حكم من قضاء الدولة واصبح نهائي اصبح ايه نهائي وانا وانت مش احنا قلنا التحكيم ده توافق ارادتين بعد ما صدر حكم قضاء الدولة النهائي ده قلنا يلا مش عاجبنا الحكم هو مش الحكم لما بيعجبكش بتعمل ايه مش بتطعن عليه طيب احنا مش عاجبنا الحكم مش هنطعن هو حكم نهائي ما تيجي نروح نعمل ايه نعمل تحكيم ينفع ولا لا نعمل شرط جديد بالراحة نعمل شرط جديد عادي ها حضرتك دلوقتي السؤال تاني بوضوح وببساطة بيني وبينك شرط تحكيم احنا الاثنين تنازلنا عنه ورحنا قضاء الايه الدولة او ما في شرط تحكيم ورحنا قضاء الايه وصدر حكم من قضاء الدولة حكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي الحكم ده لا عاجبني ولا ايه ولا عاجبك فقلنا تعالى نعمل اتفاق تحكيم في نفس الموضوع ده ونحله عن طريق شخص ثالث يحكم ما بيننا ده جائز ولا غير جائز جائز كويس لا ادهنا ثاني بعد اذنك حاضر انا وانت بيننا نزاع روحنا قدام قضاء الدولة قضاء الدولة اصدر حكم الحكم ده اصبح نهائي حائز لقوة الامر المقضي انا وانت اطراف النزاع اطراف الدعوه مش عاجبنا الحكم اللي صادر من قضاء الدوله فقلنا ما تيجي نحل الموضوع ده عن طريق الايه التحكيم تمام حائز الحجيه ده حائز لقوه الامر المقضي كمان يعني نهائي تمام كويس هل جائز ان احنا نتفق على التحكيم مش التحكيم ده توافق ارادتين جائز ولا مش جائز خلينا نمشي مع الطرف ده الاول ليديز فيرست نعتبر ان هو ايه جائز ورحنا للتحكيم ثواني يا جماعه بعد اذنكم كله هيقوم ورحنا للتحكيم واصدر حكم الحكم ده هياخد فرض من الاثنين يا اما هيكون زي الحكم اللي صدر من قضاء الدوله فبالتالي يبقى احنا خسرنا وقت واجراءات وفلوس اهم حاجه الموضوع ده تمام صح كويس يا اما الفرض الثاني هيبقى ايه هيبقى مخالف لحكم قضاء الايه قضاء الدوله فانا توافقنا بقى على الحكم بتاع التحكيم فانا عايز انفذه مش هيتنفذ ليه بقى يا استاذه هي اللي قالت مش هيتنفذ هي اللي تقول يعني قول حكم التحكيم مش هيتنفذ ليه في الحاله دي حلو بالظبط لان لما اجي انفذ الحكم بتاع التحكيم هيقول لك مخالف لحكم سبق صدوره من قضاء الدولة حائز لقوة الأمر المقضي صح كده؟ طب هو ده الأساس؟ لا الأساس بقى إن حجية الأمر المقضي دي متعلقة بالنظام الإيه؟ بالنظام العام
ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا 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 كان ده كله. جاءت المادة 116 من قانون مرافعات قالت ان القاضي يحكم من تلقاء نفسه بالايه؟ بسبق الفصل في الايه؟ في الدعوة. تمام؟ والمادة 101 من قانون الاثبات قالت ايه؟ قالت شروط الحجية كذا وكذا وكذا، وللمحكمة انها تحكم بها من تلقاء ايه؟ نفسها. يبقى اذا هنا ايه؟ ها؟ اذا هنا ايه؟ الحكم هنا ها؟ هيكون مخالف لحكم سبق صدور محاكم الايه؟ الدولة، فهتواجه مشكلة في الايه؟ في التنفيذ. فحضرتك بعد ما يصدر لك حكم نهائي من قضاء الدولة، تمام؟ خلاص بقى ارضى بايه؟ ارضى بنصيبك، ولو هو في مجال للطعن بالنقض روح قدام محكمة النقض ايا كان وشوف الدنيا فيها ايه. لكن ما تقولش يلا نروح ايه؟ حضرتك عايز تروح تحكيم؟ روح امتى؟ قبل صدور ايه؟ حكم حائز لقوه الامر الايه؟ الماضي. عشان كده لما بقول لحضرتك ان انا قلت رفع الدعوه، ما قلتش ايه؟ ما قلتش حكم، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نعكس الحاله دي، تعالوا نعكس الحاله دي. اتفضل. حضرتك بتقولي اطعن بطرق الطعن العاديه اللي هي ايه؟ طرق الطعن العاديه اللي هي ايه؟ لا خلوها هي تقول عشان نسمع. استئنافه وايه؟ لا حضرتك، لا ثواني بس يا جماعه، انتوا ناس خباكم، عايز انتوا اللي بتعملوا القانون بالاحكام يعني، ماشي؟ حضرتك بتقولي طرق طعن عاديه استئناف او نقض، لا هذه العباره تمام. انا صدر، ايوه ما انا حضرتك برضو عارف يعني، صدر حكم القضاء العادي، فحضرتك عايز تطعن عليه بطرق الطعن العاديه، يبقى الاستئناف، مفيش بقى نقض، طريق الطعن العادي هو الاستئناف. لكن حضرتك عايزه تقولي هطعن عليه بطريق طعن غير عادي اللي هو النقض، قلت بس عدت النظر يعني. انت عايزه تقولي لو انا اطعن بالنقض على الحكم اللي صادر من قضاء الدوله واروح التحكيم من ناحيه ثانيه لحد ما نشوف. بصي حضرتك السؤال ده مش متعلق بحكم التحكيم بس، انت حضرتك بتتكلمي كورقة الحكم عموما كدليل اثبات وليس كقوة تنفيذية او سند تنفيذي، تمام كده؟ ورقة الحكم اساسا لو انا امام قضاء الدولة ومعايا حكم قضائي صادر من محاكم الدولة ورحت رفعت دعوة تانية، فممكن اخد حكم قضاء الدولة نفسه استشهد بيه على وقائع معينه امام ايه؟ امام المحكمه الثانيه قدام قضاء الدوله. هنا دي ورقه من ورق الاثبات، زي تعامل معامله ادله الاثبات. ده الاجابه على سؤال حضرتك، بمعنى ان كل ورقه حتى ولو كانت حكم اذا لم تستخدم كسند تنفيذي، تمام؟ هذه الورقه بتعامل معامله ادله الاثبات. فحضرتك عايزة تاخدي حكم التحكيم تستشهدي بيه امام قضاء الدولة، تمام؟ كورقة اثبات ما ينفعش. ليه؟ لان المسألة دي مش تنازع ادلة اثبات وتوازن بيوازن بيها القاضي ما بين دليل اثبات ودليل اخر. المسألة اللي حضرتك بتتكلمي فيها بتكلمي فيه حكم وحكم، ده له حجية وده له حجية، واخد بال حضرتك معايا؟ ده متعلق بالنظام العام، ده المشرع ما حسموش. وبعدين في الاحكام القضائيه احنا بنشوف الحكم اللي حازم قوه الامر المقضي الاول، يعني مثلا على سبيل المثال يعني مش هنخرج كتير يعني، مثال انا رحت قضاء الدوله قضاء المدني قال لي انا مختص واصدر حكم، رحت جاي الطرف الثاني استعبط وراح من ناحيه ثانيه قدام القضاء الاداري قال لك انا مختص واصدر ايه؟ واصدر حكم. بقى عندي حكم صادر من جهه القضاء العادي وحكم صادر من جهه القضاء الاداري، انفذ انهي واحد فيهم؟ شوفي حضرتك بتقول ايه؟ الاول ها؟ الاثنين واخدين حجيه وحجيه والاثنين حائزين لقوه الامر المقضي ولا يجوز الطعن عليه. الاول ايه؟ اعرضه على ايه؟ المحكمه. برافو عليك. في الحاله دي بروح للمحكمه الايه؟ المحكمة الدستورية العليا، لأن ده جهة قضائية وده جهة إيه؟ قضائية. خد بقى المثال الثاني، داخل الجهة القضائية الواحدة، يعني أنا المفروض النهاردة أرفع المحكمة قدام محكمة الجيزة الابتدائية مثلا، كويس كده؟ رحت رافعها قدام محكمة الإسكندرية الابتدائية. أنت خدت بالك؟ اللي عايز أقوله إن هنا في نزاع ما بين إيه؟ ما بين محكمتين داخل جهة القضاء الإيه؟
الواحد اللي هو القضاء العادي. هنا بقى الحكم هنا بقى له احكامه، هل ده صدر بمخالفه للقواعد الخصوص المتعلقه بالنظام العام ولا لا، واخد بالك؟ لحد ما نوصل لمحكمه نقض، محكمه نقض اللي بتفصل في المساله، يعني الطعون بتمشي لحد ما تروح قدام محكمه الايه. لكن لو جينا بالبلدي كده هنقول انهي واحد اللي يتنفذ الاول، لان هنا ما فيش محكمه دستوريه تفصل ما بين الاثنين، ده الاثنين داخل جهه الايه. السؤال بقى بتاع حضرتك، حكم صادر من قضاء الدوله وحكم صادر من ايه، من التحكيم. الحكم اللي صادر من قضاء الدوله هنا حائز لقوه الامر المقضي متعلق بالنظام الايه، بالنظام العام، فبالتالي هو اللي هايه، اللي هينفذ. كويس كده؟ ثواني بس، هو اللي ايه، هو اللي هينفذ. طب تعالي بقى المثال بتاع حضرتك اللي عايزه تقوليه، بس ما يعني ما عرفتيش تقولي الصيغه. لو حكم التحكيم هو اللي صدر الاول، لو حكم التحكيم هو اللي صدر الايه الاول، انفذه ولا نفذ، ولا انفذ حكم قضاء الدوله؟ ها، لا، المساله دي بقى فيها تفصيلات. حضرتك لما حكم التحكيم صدر، صدر تمام، والطرف الثاني راح رفع دعوى قدام الايه، قدام القضاء، حضرتك عملتي ايه؟ دفعتي قدام المحكمه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم التحكيم، ولا ما دفعتيش بالدفع ده؟ يبقى نركز مع بعض كده ونسمع النقطتين دول باختصار. لما اتكلمنا عن اتفاق التحكيم قلنا ايه؟ قلنا الدفع بعدم ها قبول الايه الدعوى لوجود اتفاق الايه التحكيم. ده نص واضح ولا مش واضح؟ واضح. تعالي بقى بالنسبه للدفع بحجيه حكم الايه التحكيم، سبقناها وقلنا لو صدر حكم من قضاء الدوله حائز لقوه الامر المقضي ده يمنعك ان انت تروح تعمل ايه، لانك في النهايه لو خدت حكم مش هيبقى له ايه، مش هيبقى له لازمه لانه مش هيتنفذ. طيب نفترض بقى ان حضرتك رحنا لقضاء الدوله لقضاء التحكيم واصدى وصدر حكم من هيئه التحكيم، وحكم هيئه التحكيم خلي بالكم بيصدر حكم حائز لقوه الامر المقضي، يعني سنه التنفيذ، تمام كده؟ يعني مفيش طعن في القانون المصري على حكم الايه التحكيم. البديل او اذا صح التعبير نقول البديل هو الايه، هي حاجه اسمها دعوى البطلان، انتسع الوقت هنتكلم فيه، نبقى نتكلم على ايه، صدر حكم من هيئه الايه التحكيم، الحكم ده حائز لقوه الامر المقضي ولا لا؟ القانون التحكيم بيقول لك حائز لقوه الايه الامر المقضي، ولا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الايه الطعن. خلاص رحت انا استعبطت ورحت رفعت دعوى بالموضوع اللي صدر في حكم التحكيم، حضرتك لما تيجي تحضر تعمل ايه بقى؟ هتدفع ها بعدم، مش عدم قبول بقى، عدم جواز نظر الدعوى، وعدم قبول اه يعني ممكن في راي في اه عدم جواز نظر الايه الدعوى لسبق الفصل ايه فيها، عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل ايه بحكم مين؟ بحكم التحكيم. جميل كده؟ يبقى اذا الدفع باتفاق التحكيم عدم قبول الدعوى، الدفع بحكم التحكيم عدم جواز نظر الايه الدعوى. طب معنى ذلك بقى حته بقى خطيره بقى هنا بقى، هل يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها ان هي تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؟ ده السؤال بقى يعني المستفز اللي حضرتك قلته ده، هتعرف من ايه؟ يعني دايما السؤال ده يتسال، هي المحكمه هتعرف من ايه؟ طب انا لو رحت رفعت دعوة لاتفاق التحكيم، دعوة متفق بشأنها على التحكيم، تمام كده؟ وحضرنا وما دفعناش، المحكمه برضه هتعرف من ايه؟ طب المدعي عليه ما حضرش، هو حضرتك لما تروح ترفع دعوى قدام محكمه وتعلن الراجل وما يحضرش، ثواني، لا المدعي يا استاذه، المدعي لما راح رفع الدعوى ده تنازل عن ايه؟ عن شرط التحكيم، المدعي عليه بقى ما حضرش، عملنا له اعلان ورحت للمحضر وديته 50 جنيه وظبط لك الدنيا والاعلان مشي، حلو كده؟ وما حضرش وصدر حكم، صدر حكم منين؟ خلينا واقعيين يا جماعه، صدر حكم من قضاء الايه الدوله، واثناء ميعاد الطعن مات الراجل، فمين اللي هيكمل؟ الورثه. يعرفوا اتفاق التحكيم منين؟ إيه؟
ورقة ملحقة أيا كان، قال ورثة وكملوا. عشان كده احنا بنقول الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ايه؟ ها؟ دفع بعدم القبول بتدفع بيه حضرتك من اول ايه؟ من اول جلسة. في بقى معالجة للحاجات دي بعد كده في الايه؟ في الطعن بالنسبة لقضاء الدولة وبالنسبة للتحكيم البطلان. عشان كده احنا بنقول ان لما بنيجي نقول مثلا هل يجوز للمحكمة انها تحكم من تلقاء نفسها بسبق الفصل في الدعوة بحكم التحكيم؟ ها حضرتك بتقولي لا، وده خلي بالك الرأي يعني يكاد يصل الفقه الى الاجماع على هذا الرأي اللي هو ايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله، يعني متفوق. بصوا يا شباب، عشان قدر الاستفادة يبقى عالي، حكم محكمة قضاء الدولة متعلق بالنظام الايه؟ خلاص خلصت. وفي نصوص بكده، نص مادة 116 قانون مرافعات، 101 إثبات، خلاص. حكم التحكيم بقى، حجيته متعلقة بالنظام العام ولا لا؟ الفقه تقريبا الغالبية قالت ان حجية حكم التحكيم متعلقة بالنظام الايه؟ العام. يعني متعلقة بالنظام العام؟ يعني حضرتك لما تروح قدام قضاء الدولة واجي انا قدام المحكمة واقول لهم لا ده صدر حكم تحكيم، المحكمة ايه؟ خلاص تقول لك عدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل ايه؟ وخلصنا كده. كويس كده؟ طيب ده المفهوم اللي قاله الفقه، لكن هو بيرتب نتائج على كده. ايه النتائج بقى؟ ركز معايا. لو انا وانت اتنازلنا عن حكم التحكيم ده خالص، رحنا لهيئة التحكيم وصرفنا والدنيا تمام وزي الفل، وجينا تنازلنا عن ايه؟ حكم التحكيم، ورحنا قدام قضاء الدولة، جائز ولا غير جائز؟ جائز. ليه؟ احنا صرفنا الفلوس والدنيا تمام وزي الفل، صح؟ لكن عشان بإرادتنا احنا الاثنين. لكن لو رحت قدام قضاء الدولة وصدر حكم من قضاء الدولة وحضرتك اتنازلت عن حكم قضاء الدولة، ينفع تروح التحكيم؟ لا ينفع، عادي براحتك. لكن المشرع قال لك ايه؟ التنازل عن الحكم القضائي تنازل عن الحق الثابت ايه فيه. فحضرتك لما هتروح وتاخد حكم مش عارف تنفذه برضه. يبقى اذا اصبحت حجيه الحكم القضائي متعلقه بمين؟ بالنظام العام. والتنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الايه؟ عن الحق. افصل بقى خالص دي، وتعالى بقى نرجع للتحكيم بقى. حكم التحكيم لما بيصدر ملزم للاطراف ولا لا؟ ملزم. ملزم للمحكمة لو اترفع قدامها نفس النزاع ولا لا؟ ملزم. طب لو الأطراف اتنازلوا عن الحكم، هل ينفع يروح قضاء الدولة؟ طب هل ينفع الأطراف يروحوا يعملوا تحكيم تاني؟ صدر حكم، قبل ما نجاوب نفكر، صدر حكم تحكيم واتنازلنا عنه، ينفع نعمل تحكيم تاني؟ إذا كان من باب أولى يا جماعة أنك هتروح قضاء الدولة، من باب أولى تعمل تحكيم تاني. يبقى تقدر تعمل إيه؟ تحكيم تاني. ما عجبناش نعمل إيه؟ تالت. ما عجبناش نعمل إيه؟ ما أنت بتصرف على حسابك، صح ولا مش صح؟ هبتكلم أهو. صدر حكم من التحكيم بإلزامك بمليون جنيه، جيت أنا وأنت قعدنا إحنا مش عاجبنا ده، خلاص يا عم يلا نتنازل نعمل تحكيم تاني. صدر ب 800,000، لا مش عاجبنا، نعمل إيه؟ تحكيم. مش أنتوا اللي بتصرف؟ امتى حكم التحكيم يبقى ملزم؟ لما واحد دي يعترض يقول لك صدر حكم خلاص انا متمسك به، هنا لا الدوله ولا الطرف الثاني ولا اي حد يعمل لك حاجه، خلاص. احنا بنتكلم عن ان التحكيم توافق ارادتين. توافق ايه؟ وقت ما واحده فيهم تختلف خلاص هنطبق قواعد اللي ايه. الحته دي بقى ما نصش عليها قانون التحكيم، اللي هي ايه؟ هل يجوز للمحكمه انها تحكم من تلقاء نفسها دون إثارة الخصوم بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيها؟ المفروض طبقا لغالبية الفقه لا، المفروض ان المحكمة تحكم بعدم جواز نظر الدعوة لو دفع به الايه؟ الخصم. ليه؟ لانه لو ما دفعش به الخصم بيعتبر متنازل عن الايه؟ عن الحكم، وعايز يعيد تاني قدام قضاء الدولة، معناه ان حكم التحكيم مش عاجبنا. فبالتالي من الناحية القانونية بقى الصياغة، يجوز للأطراف التنازل عن حكم التحكيم واللجوء إلى قضاء الدولة أو لقضاء التحكيم مرة أخرى. خلاص كده؟
الا القواعد المستقره عليها والمعمول بيها عشان ما نقولش اجتهاد، لان انا مخالف لهذا الاجماع. تمام. حصلت بقى من سنه ونص وقعه لذيذه جدا احكي لك عليها. الراجل ومراته اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا ايه؟ مع بعض. ركز عشان انت كنت سالتني سؤال على اللجان العرفيه او حد. اتخانقوا مع ايه؟ مع بعض، الراجل ومراته. راحوا جابوا 7 اشخاص لجنه عرفيه، تمام، وراحوا جايبين ايه؟ ها، ورقه، وراحوا كاتبين كده اول 3-4 سطور اتفق الطرفين على اللجوء للتحكيم اللي هو قصدهم على اللجنه الايه العرفيه، وحضر فلان ووقعه ومش عارف مين، والحكم. راحوا ضربين 7 بنود كده احكام بما فيهم ايه، بما فيهم اللي يخل بالالتزام باي واحد يدفع 1,000,000 جنيه، والنفقه بتاعت الست كذا، والنفقه مش عارف كذا، وكلام زي كده. تمام. لا الراجل دفع الفلوس ولا الست التزمت، وراحت رفعت قدام دعوه قدام محكمه طلب بالنفقه بالمخالفه لحكم مين؟ لجنه عرفيه. فالمهم راح احد الاطراف رفع دعوه قدام ايه؟ قدام قضاء الدوله. كان قضاء الدوله ده فين؟ محكمه كفر الشيخ. كويس كده؟ ماشي. لما رفع دعوه قدام، جات المحكمه قالت حاجه غريبه جدا. قالت ايه المحكمه؟ قالت والله انتوا جايين ترفعوا دعوه، خلي بالك اللي راح رفع الدعوه تنازل عن ايه؟ عن حقه بقى. ما هو خلي بالك، هو حتى ده مش تحكيم يعني، ده المفروض، بس هم غلطوا جابوا ورقه من بتاعه المكاتب اللي بتبقى مطبوعه دي، مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها لجنه تحكيم. عارفين انتوا اللجان العرفيه لجنه تحكيم، تمام، ووقعوا بتاع السطرين يعني. لو اتقابلنا بعد كده اجيب لكم صوره من الحكم. المهم راحت راح رفع الدعوه، راح رفع الايه؟ الدعوه. فيعتبر تنازل عن ايه؟ عن حكم اللجنه العرفيه او الحكم لجنه التحكيم، تمام كده؟ والخصم الثاني حضر وكمل ايه؟ وكملوا الدعوه والدنيا تمام زي الفل، ولا اتكلموا في سبق الفصل في الدعوه، ولا اتكلموا في اي حاجه خالص، لا ده اتكلم ولا ده ايه؟ اتكلم. بمناسبه موضوع يعرف منين يعني؟ الورقه قدامه اهي، الورقه ايه؟ قدامه، ولا ده اتكلم في تحكيم ولا ده اتكلم. والمحكمه انتهت بعدم ايه؟ عدم قبول الدعوه، وما فسرتش حاجه اكتر من عدم قبول الدعوه. قعدت تكتب كده كتير في الاسباب، وان اللجوء للتحكيم مش عارف مين، وان الماده كذا، وان اجراءاته كذا، ما تفهمش حاجه من الايه الحكم. بس المهم ان في ايه؟ عدم، ما عدا سطرين للمتخصص بقى يعرف، سطرين كده في وسط الاسباب كده يعني ايه، تفهم منها ان المحكمه حكمت بعدم جواز ايه نظر الدعوه لسبق الفصل ايه. راح الحكم استئناف، ثواني يا سيدي الفاضل، راح الحكم قدام استئناف طنط. كويس كده. محكمه الاستئناف بقى ايه قالت؟ ايه قالت؟ عدم جواز منطوق الحكم صراحه، عدم جواز نظر الدعوه لسبق الفصل فيها بحكم الايه التحكيم الصادر كذا كذا كذا، لا انا كمدعي دفعت، ولا مدعي عليه دفع، ولا اي حد ايه، طبقا للراي الغالب في الفقه. الغالب ايه؟ للاجماع الفقه، ان المفروض المحكمه تحكم وتفصل في النزاع، تمام، وما تحكمش بسبق الفصل فيه، لان حجيه حكم التحكيم هنا لابد ان التمسك بها امام قضايا الايه الدوله. هذا الحكم لما عرض عليا، ولكن عشان كان قضيه تخصنا يعني ماشي، فانا رفضت الطعن فيه بالايه؟ بالنقط. خلي بالك احنا حتى الان منتظرين حكم من محكمه النقط يفصل لنا في المساله دي، او المشرع يعدلها. ليه؟ لكن لا، المعمول به ان حكم التحكيم حجيته متعلقه بالنظام العام، ولكن حته النزول عنه جائزه. النزول عنه ايه؟ طبقا لاجماع او لغالبيه الايه؟ الفقه. تمام كده؟ طيب هنا بقى الحكم اللي صدر ده، طبعا احنا ما طعناش بالنقد، فاحنا منتظرين محكمه النقد تقول لنا ايه؟ تقول لنا الحته دي، يا اما المشرع يعدل. لكن الى حين التعديل ده حكم حصل واقعي موجود، والمحكمه هنا اجتهدت وحكمت من تلقاء نفسها بسبق الفصل في الايه؟ في الدعوه، وبالتالي عدم جواز نظر الايه؟ الدعوه لسبق الفصل ايه؟ فيها. طبعا انا ما رضيتش اطعن بقى كمحامي بقى، يعني كمحامي. ما رضيتش اطعن بالنقد ليه؟ لان لو طعنت بالنقد، محكمه النقد لابد انها تقر ان اللي حصل ده اتفاق على التحكيم سليم. يا اما ان هي هتقر ايه؟ الفصل في الدعوه وتحط المبدا، ولكن في الحالتين انا كمحامي الموكل بتاعي ايه؟ مضرور، فاسكت بقى. طب اسكت ليه؟
اسكت لانه مش هيعرف ينفذ الايه، مش هيعرف ينفذ مكتوب لانها التزامات غير محدده. حكم التحكيم ما حسمش كل مساله واعتبرها ايه، ويضطر بقى يعمل اجراءات وكلام. ولكن الى حين تعديل القانون او الى حين وجود مبدا من محكمه النقض، احنا منتظرين التعديل القانوني او حكم محكمه النقض، ويبقى الوضع كما هو عليه. لابد ان تتمسك بحكم التحكيم امام قضاء الايه، امام قضاء العادي. لا تتمسك امام الايه، امام القضاء العادي. تمام. طيب اتفضل. بسم الله. لا حق فضل مش حق. بصوا يا جماعه، التحكيم هو الفصل في نزاع مصار بين الاطراف بحكم ملزم للاطراف. تمام كده. طيب في حاجه اسمها التسويه الوديه. تسويه الايه؟ ان احنا نتفق ان احنا نفض النزاع عن طريق ما يسمى بالتسويه الايه. ما يصدر عن التسويه الوديه ده برضو بيعامل معامله الايه، معاملة الحكم. في بقى الوساطة اللي حضرتك بتكلم عنها والتوافق. في ممكن يبقى في حاجة اسمها المفاوضات، مرحلة الايه؟ المفاوضات. مرحلة المفاوضات عادة بتبقى قبل الايه؟ قبل اللجوء لمين؟ للتحكيم. لا احنا لسه، احنا خلاص هنحل نزاعنا عن طريق التحكيم يا جماعة. دي خلاص خلصنا منه. سيبك بقى من القضاء بقى. ففي ممكن نشترط قبل حاجة اسمها الايه؟ المفاوضات. ان احنا نتفاوض على ايه، وقد نصل الى توافق. نصل الى ايه؟ توافق لحل ايه، لحل الموضوع. فايه هو ده؟ هو تقريب وجهات النظر عن طريق شخص ثالث ما بين الطرفين للوصول الى توافق معين على حل الايه، على حل النزاع. نعم. لو ما انا هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه اسمها في التنفيذ الجبري مثلا حاجه اسمها التسويه الودية. في الحاجة المحضر اللي بيتعمل ده بيكون سنة تنفيذ الصلح اللي بيتم في المحضر وبتصدق عليه المحكمة سنة تنفيذ. لا ما اي حاجة تصدق عليها المحكمة سنة تنفيذ. بالنسبة بقى بالنسبة لده ممكن واحنا بنتفق على التحكيم نشترط مسألة الايه، الوساطة او التوافق، ونقول ما هو بإرادة الاطراف ونتفق عليه. فده بالنسبة لمسألة الايه، مسألة سريعا كده التوافق. اقفل الباب يا محمد، اقفل الباب يا دكتور لسه بيتكلم. التوافق هو انتوا عايزين تخلصوا ساكت. لا في ايه؟ ماشي. ما باقي الجزء بتاع السؤال. تعالي يا استاذه بعد اذنك. يا استاذه معلش اتفضلي. ماشي. بالنسبة للقانون، بالنسبة لتشكيل هيئة التحكيم، هيئة التحكيم بتتشكل من ايه؟ من فرد. تشكل من ايه؟ فرد. او العدد لازم يبقى ايه؟ وتر. يعني فرد يعني واحد او ثلاثة او كام؟ او خمسة. واقعيا يعني طب لو عدد زوجي ينفع؟ طب احنا لو اتنين خدوا رأي واتنين خدوا رأي، مين اللي يرجح؟ يبقى لازم يبقى يكون العدد ايه؟ العدد وتر. العدد ايه وتر؟ بس عايز اقول لك على حاجه. القانون الانجليزي في حكم صدر كده ما ادش الى بطلان الحكم التحكيم، لان العدد كان زوجي، لان الاطراف اتفقوا. خلي بالك ده مش في مصر. مصر العدد لازم يبقى ايه؟ وتر. القانون بيقول لك عدد ايه. طيب لو الاطراف اتفقوا على ان العدد يبقى زوجي، العدد يبقى ايه؟ زوجي. ويصدر الحكم باغلبيه الايه، الاراء، واحنا اربعه وثلاثه وافقوا، هيبقى حكم صحيح ولا لا؟ طب لو اتنين واتنين فيش اغلبيه، صح؟ فهتواجه شويه مشاكل. فعشان كده اللي بيحصل واقعيا ايه بقى؟ يعني واقعيا ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بتعين محكم، والطرف الثاني بيعين ايه؟ محكم، والاثنين بيعينوا ايه؟ الثالث. في حاجه بقى اسمها التحكيم المؤسسي. يعني ايه التحكيم المؤسسي؟ يعني نتفق كده والله لو حصل نزاع يتم حله عن طريق مثلا ايه، مركز القاهرة الإقليمي التحكيم التجاري الدولي موجود في الزمالك ده،
او مثلا قواعد الاي سي سي اللي هي غرفه التجاره الدوليه بباريس مثلا، او قواعد محكمه لندن او كذا. هنا احنا احنا الى مركز ايه؟ مركز تحكيم. فلما نيجي نشكل هيئه التحكيم نشوف قواعد المركز بتقول ايه في تشكيل ايه هيئه التحكيم، تمام كده؟ يعني بتشكل من عندها من القوائم اللي موجوده، بتحط من القوائم. لو انتم ما عندكمش محكمين، لو عايزين فكره التحكيم مؤسسي هو افضل من التحكيم الحر. التحكيم الحر ان احنا الاثنين ايه نختار واحد. وخلي بالك حتى في اختيار هيئه التحكيم ماشي. طيب ممكن نختار واحد بصفته، يعني يجي نقول مثلا ايه، والله اللي هيحكم هو عميد كليه الحقوق جامعه القاهره بايه بصفته، يبقى اللي هيبقى موجود وقت الايه النزاع. والقاكم على كل خير ان شاء الله.